السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. ناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا نتكلموا على أندي ديلور، وين تزامن مع عودته للجزائر مدرب نيس، وين قال لك باللي صادم أندي ديلور، وحنا شلنا أندي ديلور لعب نورمال، سجل هدف عن طريق ضربة جزاء، يعني يبقى يعني الخيار الأول عند المدرب تاعو. بنادم كيولي يعطيك ضربة جزاء، يعطيك لي كوبرو، يعطيك منا، عارف القيمة تاعك وكل تزامن مع عودته للجزائر مدرب نيس يصدم أندي ديلور، يعني ما كاش كاع من هذه. انتوما راكم تهضروا على بونجاح في السد، راكم تهضروا على بنيطو في الوكره، راكم تهضروا على عبد الرحمن، عبد الرحمن اللي قال لكم زلاطان، قال لكم زلاطان باش تقطعوا الطريق. راكم تهضروا على بن عياد هذاك اللي ماركا كونت سيربي البارح، راكم تهضروا على بلال ابراهيمي بيتردوه ناف ذراع، راكم تهضروا على هذه باش تقطعوا الطريق على ديلور لي ما دارش تصريحات. ديلور بعد داش قالك قارعوا ديلور يفضح كلش. ديلور اش دار ديلور؟ نتوما طردتوه. ديلور اش تبي يفضح؟ ديلور اش تبي لمن بيطلب السمع؟ ديلور شاهدنا وين بن عمري خرج ولا يعاير وحده، سليماني قال لهم عليكم تعايروا في محرز، ما تنساوش لي ما بغاوش يجوا يلعبوا معنا، مش كيما الاخرين. الناس مشي باغيين ديلور، ناس كاين اللي مشي باغيين ديلور، ما صابو كي يديروا ديلور. اقعد ماركي ديلور خاهم باغين يديروا لك ستة في سبعة. انا نقول لك مع اقتراب عودة ديلور المنتخب الجزائري خلال فترة التوقف الدولي القادم لشهر سبتمبر، والتي سيلعب فيها الخوض مباراة ودية، يعني المباريات ودية فقط مع غينيا لو 24 ومع غانا لو 27. قال لك في ملعب وهران، انا نتمنى ان شاء الله بربي يكون في لعب ملعب باش يجي داك مطربي الترومبيطه وكلشي. وبدا اللعاب اندي ديلور مع فريقه نيس بمستوى، يعني قال لك مستوى منخفض. الكل ما قال لك لعاب، زوج لاعبين برك اللي راهم ملاح، رشيد غزال وكيسموه وبن ناصر، اللي زعما انطلاقه تاعهم كانت قويه، هذا ما كان لعابة تاع المنتخب الوطني، رشيد غزال وبن ناصر اللي بداو بقوة. انت كيفاش تقول لي باللي لعابة هذو بداو منخفضين، مستوى منخفض نوعا ما عن الموسم الماضي، ما جعله محل انتقادات من طرف الجماهير الفريق الفرنسي. ورونا هذه الانتقادات، ورينا مومن طلعنا انتقادات. مدرب نيس يصدم، يعني وين قال لك وين اطلق المدرب السويسري لفريقه نيس فرنسي تصريحات مثيره، وين هاجم فيها بشكل غير مباشر اللاعب الدولي الجزائري اندي ديلور بعد مستوى الضعيف الذي ظهر به في اول جولتين من مباراه فريقه في الدوري الفرنسي. صحيح عباد الله، انا بنقول لكم برك، قال هو وين لمح على قال باللي ما لعبناش، ما دخلناش البطولة بقوة. المدرب تاع نيس قال ما دخلناش البطولة بقوة. انت ضروك انت كيفاش على بالكم باللي راه على ديلور؟ قال لك معنا على ديلور بطريقة غير مباشرة. وكيفاه مدرب تاع ويست هام تكلم مع الصحافة، قالوا له منا، قالوا كانت خاصتنا اللمسة الأخيرة. قال لك يعني على اندي على بالرحمه، يا بالرحمه مليح واندي ديلور مليح، انتوما لساناتكم وعينيكم ووذنيكم الوذنين تاعكم شي مليح، هذا مكان. ولما حال المدرب السويسري في تصريحاته نشرتها صحيفه ليكيب الفرنسيه الى انه يفكر جديا في تحويل اندي ديلور الى مقعد البدلاء مستقبلا، وهو ما سيؤثر على اللعاب الراغب في العودة لمنتخب بلاده بداية من فترة توقف الدولي المقبل في شهر سبتمبر. انتم تحوسوا على ديلور يقعدوا بلاص، اعطونا شعم اللعاب راه يلعب تيتيلار في تابع المنتخب الوطني، لاعبين دوليين
خلينا من العدلي والاخرين، خلينا من اعطونا لاعبين دوليين، اعطونا 11 لاعب اللي كان مأمن بها بالماضي وكانت جايها الكوب دي موند. اعطونا وين راه مبولحي، وين راه عطار، وين راه ماندي، ماندي لعب 3 دقائق وقيلا ولا 4 دقائق تاليه، وين راه صح بن سبعيني صح لعب، وين راه بزاف لعاب اعطونا، وين راه سليماني اعطونا اللعاب، اي وين راه في غولي اعطونا اللعاب، انتوما اعطونا اللعاب، شحال من لعاب اللي كانوا راهو بيواجهوا البرازيل اللي كانوا بيلعبوا بري اللي بغينا نجيبوا بهم كوب دي موند، وين راه بالعمري اللي كنا باغيين نروحوا نجيبوا بهم كوب دي موند، اعطونا وين راهم اللعاب، عيطونا انتوما تعرفوا خير منا، انتوما عندكم ملفات وانفرتينو يعرفكم وقالكم خلوا الدوسي من بعد نعطوكم الماتش، اعطونا انتوما وين راهم، انتوما تعرفوا كرة قدم اعطونا، بغيتو تروحوا تجيبوا كوب دي موند بالراخو بالمقروط بالمقروط والبوراك بمشاكرك غادي يلعب غارديان، مشاكرك ودرتوه غارديان ودرتو ذاك المخنث في ماركي بنود، خاطش عمرو ولا ماركا بنود مسكين ذاك المخنث، ودرتو هنا في ماركي البنود. حيث قال المدرب السويسري لاعبي مثل انتيسيون كافا يعني كافالي يعني وين يمتلكان مؤهلات كبيرة ويمثلان خيارا رائعا بالنسبة لنا، ولا يمكننا منح تفاصيل أكثر بخصوصهم. يعني صح بس انت يا دروك انتوما كي على بالكم باللي راه على على بالكم باللي راه على ديلور، اي يقولون انتوما كيف على بالكم راه على ديلور، انتوما ماشي قابلين ديلور، حنا نعرفوا شكون اللي مشى قابل ديلور، وماذا بكم ديلور كو ينقطع مكرعيه، انا نعرف ماذا بكم ديلور كو ينقطع مكرعيه، ماذا بكم ديلور كو يقعد رو بلاصو، لو كان ماتش يقعد رو بلاصو يقول لك نقص المنافسه، ويروحوا يجيبوا لاعبين مبليسين ويقول لك هما لا ولاو، انا نقول لكم انا نقول لكم هذوك يخدموها، هذو بغوا يدوروا لكم الايام، اللي بغوا يدوروا لكم الايام كسبوا الايام برك، هذو بغوا يجيبوا هذو غادي يمشوكم، شنو غادي السياسه كي دايره، السياسه اللي غادي يدوروها لكم غادي يمشوكم، يمشوكم حتى 2024 ويشوفوا خرجوا برومي تور دوزيام تور يشوفوا يمشوها يكي ما كيمشي او ثوره ثوره راهي جايه، جيب لك 7 لعاب، لعاب عنده 31 عام، بلال عمراني عنده 31 عام، باينه بلي ما غاديش يعيط له، انا نهار اللي شفتو في القائمه قلت لكم هذا ما غاديش يزيد يعيط له، غيدار في القائمه قلت لكم ما غاديش يزيد يعيط له، حميش قال كلودي لازم ينقص لازم يولي فيه كيلو، بالطوبة مازال ما قلبش المكانة تاعو، مازال ما قلبش المكانة، لعب هنايا كونت اوغندا في الروت برا ما يلعبهاش، انا بغيت ارا ويرا بولعي ما راش يلعب، بغيت زغبة لعب مورال مليح زيد لعبو في تنزانيا، زيد لعبه حنا ما زيد لعبه، دروك غادي دروك انت في راسك تاكلي على مبولحي، ومبولحي يقولك ايا صاي تبقاو على خير تبقاو بخير كي غادي دير. وين إدارة يعني إدارة وين تسابق الزمن من أجل حسم صفقة الصفقات التي نريدها مأمورية ليست بالسهلة والمهمة معقدة لضمان وجود لعاب في المستوى العالي، وتأتي هذه التصريحات في وقت غير مناسب بالنسبة للعاب أندي ديلور الذي سيعود إلى صفوف المنتخب الجزائري بسبب عفو الذي منح له الناخب الوطني، لا الشعب هو اللي دوموندي عوار دوموندا اي تنوري دوموندا عدلي دوموندا اندي ديلور، الشعب هو اللي يرد، الشعب هو اللي طرد، الشعب الجماهير الحقيقيه هي اللي طردت، طردت بنجاح ميبغاو الناس ميبغاو مينوضو هذوك لا مساكتين كي نوضو يطردو كي نوضو يهضرو يطردو الغاشي، هذوك يولوا غير نابحين هذوك 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 تاع اليوتيوب هذوك هذوك العاهلات هذوك يولوا ينبحوا برك ديروا مكلاب كي عول المناصر الحقيقي وي شاك دير طرد راخو طرد جيب تشور اخر جيب راخو يجيب يجيبو انا نعطيكم رسمي يجيب السيف عليه
بسيب عليه تجيب، بسيب عليك تجيب، ماشي انت في تعليه. الشعب قال لك رده وترده، الشعب قال لك جيب فلان جيب فلان جيبهم، بسيب عليك جيبهم. قال لا رجله لا منا. ما تنساوش اعطونا جيم كومنتير، بارطاجونا الفيديو، وربي يحفظكم باش دايما يوصلكم جديد وصحيتكم.